لا ما شاء الله الحمد لله. لا امورك طيبة. حرك اصابعك. لا امورك طيبة عليك. يعني مفكه؟ اي مفكه. طيب يمكن يقولون ما مفكه. ليه؟ ما يمكن يقولون به شيء به عله به شيء. حتى مفكه بعد ما نخلص يعني. ايزي انت بتفكه انت؟ اي مفكه. ما ابي يا ولد ما توقع. يعني موديتك هي؟ اي موديتني يا ولد. بالعكس شكل كانك بالنوم توديني وانا بتحرك توديني الدقه العليزي. والله اي والله. بس كانك نينجا كذا. كانك نينجا. ليه تبي نطنك؟ يعني اروح المستشفى إيه؟ ونفكه إيه؟ باذن الله يعلك ما تشوف شر. شر ما يجيك. الحين احنا عند الاشعه يقولون بيعطونك 3 ابر. ليه؟ واحده باذنك حلو، واحده بخشمك، واحده بيدك. ليه؟ عشان يسوون لك اشعه. يدي ما ابي انا احب الجلس. بعد بتفكون تعال تحت. امزح. لا ما شاء الله الحمد لله اموره طيبه. هذا هو خلاص انا حتقدر تفكه. اقدر افك الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. وشو الكذبي هذا عندك؟ وشو انا هناك متوتر قامط يا ولد، خايف من اي مكان تبطن ابره عشان ما ولا شيء. مقلب. الحين تعوضه. يا انت خايف انت؟ والله انك مقامض يا ولد قدامك. اذني خشمي وش مقلب هذا؟ مقلب. ابي اشوف شجاعتك. انا ابي اشوفك شجاع ولا ما انت شجاع. وش شجاع بألم؟ وش انت كثر كذا خاطري بعد قاعد. انت ما فكرت الحين المصابة ايدك. ايه جايين نسوي اشعة على ايدك. ايه نعطيك ابرة ليه؟ عشان يعني تتخدر ما يوجع. هي توجعك؟ ما ادري انت تقول لي. انت وجعك. لا خلاص هذا عوض المقلب. ها ايوه عوض. سامحت على المقلب؟ اي سامحت خلاص اكيد. اي مالك مو تروح تقول ضاغ العب بنفسيتي. لا من قال انت سويت في مقلب؟ لا ما ادري متى سويت المقلب. ايش تقول انت؟ ما تدري؟ لا ما ادري. سويت مقلب انا؟ لا. صار شين؟ لا. السلام عليكم. الله يسعد مساكم كل خير. كيف الحال؟ شكم طيبين؟ صلوا على النبي يا جماعة الخير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم. كيف الحال؟ يا مرحبا. شلونكم طيبين؟ الله يسعد مساكم كل خير. وش راتبك الحلو هذا؟ يخرب بيت الطاقم من شو؟ الله عليك. يخرب بيت الطاقم. الله يسعدكم. الله يسلمكم. يا ولد كيف حالكم؟ طيبين؟ تابع على آسيا ما شاء الله. الله يوفقها. ضد الشرطة؟ شرطة. يعني ضد الشرطة؟ العراقية. عاش والله فارس. ايش يا بعد؟ روح. يا مال العز. يا حبيبي. أشاء الله تبارك الله. فنجال ايش هذا؟ هذا فنجال صراحة لعيون صيد. فنجال النصر. فنجال النصر. عاش والله. استاهل والله صيد. ايش مزعلك انت؟ حرام يا اخي. ليه ما فزنا؟ يعني اقل شيء ما خسرته يا اخي. لا نبي نفوز. هذه بطوله فعلا نبي. احنا بطوله اسيا نبي. بس قدمتوا مستوى ولا قدمنا مستوى واستحواذ على الكوره وكذا. بس ناقص اهداف. وش محتاج النصر؟ محتاج وش؟ كل شيء محتاجه. شلون كل شيء محتاج النصر؟ يعني عندكم لعيبه وش؟ يا اخي عندنا لعيبه بس يبي لها صحون. شلون يعني؟ يا لا تاليسكا صح يا دفاع النصر صح. طيب لو تاليسكا الان قاعد يشاهدك. تاليسكا حبيبي شوت. تكلم بلغه يفهمها. برازيلي هو. اي تكلم بلغه يفهم ولا اشاره؟ اجو جول جيبو زرع اري. اي وش اري؟ تاليسكا شوت. انت تعبان يا اخي. علقه حرام تضيع. ما يفهم اللغه. ما يفهم. اري وطا. بليز الحين انت ليه ما تخلي تشجيع النصر؟ يا اخي والله ما اقدر. تدري وش يقول لك؟ وش يقول؟ يقول لك النصر ما هو شعار. ها. او هزيمه وانتصار. وشو؟ النصر عشق الطفوله. اوف. واول الناس الكبار. الله. ها يا راي ما اقدر. يعني بس انا اشوف غثك قاعد يجيب لك رفع ضغطي. يمكن ما في شيء بالحياه رفع ضغطي كثر النصر. ليه ما تشجع الهلال؟ لا يا ماري منا فكك. طيب اسالك سؤال اخي.
لو معك مليارات ايه وش تقدم للنصر؟ اصير الداعم الاول للنصر. اصير افضل اول داعم للنادي النصر. تعرف اللي يضخ فلوس وكذا ايه؟ اللعيبه اضخ اللعيبه كذا ضخ اجيب بينوس من ريال مدريد ادخله عندي. يعني تغلي النصر. اغلي النصر اغلي اعطي حتى الجمهور فلوس كذا من الطناخه. الجمهور النصر اعطيهم فلوس. طيب اذا اذا اذا, إذا ما فاز النصر مثلا جبت له لعيبه وجبت له تشكيله وما فاز. والله وش ردت فعلك؟ ما من حلال ردت فعلي اجلس بالزاويه بزاويه النادي اصيح. عليكم السلام. هلا ابو ناصر. يلا حيو. يا هلا هلا بالغالي. عليكم السلام. هلا عمو الزيكا. هلا بالشيخ. شوف هنا سكس باك وهنا ارباك. ايه كفو ايه. هلا هلا الشاي ضاري. شوف هذا الشاي ما خدر للحين له ساعة ساعة مسوي فاس ما خدر يا رجل. والله نفس لون طقني ابو خالد فيديو. ايوه قلت علمنا الوزنه وعلمنا اياه. لا مي هذه وزنه ابو خالد. لا هو يده كبيره يا رجال. والله تعب يا رجل. ما مني من اليد يا رجل. شلون يعني؟ قال حط حوفة يدك. ايه ماشي ما اظن ظاهر عن يدي ذنتي. لا يبي لك تزيد ويبي لك هذا غسول هذا الله يعافيك. سم تفضل. ما نجحت معانا باختبار. ولاده مرت من مرات ابو بكر رضي الله عنه كان مسافر مع اثنين من اصحابهم الصحابه. كان هذول الاصحاب هم اصحاب مع بعض برضه يعني علاقتهم قويه. واحد منهم كان نكته كان عليه مقالب وضحك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك من مقالبه. هذا الصحابي رضي الله عنه سافر مع ابو بكر وصاحبه الثاني وبنص الطريق لقى لهم ناس. ابو بكر تاخر شوي. فهذا الرجال قال اسمعوا اخوي ورا. قال شفتوا هذاك الرجال اللي اخوي هذا؟ قال شفتوا هذاك الرجال؟ قال قال هذا عبدي تبون تشترونه؟ قال قالوا ايه. قال ابي ابيعكم سعر بخس. قالوا كم؟ قال السعر فلاني. قال خلاص وافقنا مقلب هذا. اي قال حركته. ايوه قال ابي ابيعكم بالسعر فلان. قال خلاص وافقنا بس قال عندي مشكله ترى عبدي هذا دائما يقول انا حر ما انا عبد. ايوه اي فلا تصدقونه بعدين تخربون علي عبدي. قالوا زين خلاص زين وياخذ المبلغ يكمل وجهه لابو بكر. خوي ورا حلو ويجي خوي ويمسكونه كلب شلون ايش بلاكم؟ قالوا امش معنا. قالوا شريناك. اي يا جماعه الخير انا حر ايش بلاكم؟ قالوا لا خليناك احنا شريناك من الراعي. والله اني حر. قالوا لا يمشي الرجال هذا راعي المقالب يروح لعند ابو بكر ويعلمه بالسالفه. يلا ابو بكر يلا. قال يا ولد بعت الرجال. قال ايه باع خويه. ايه يرجع ابو بكر ويعلمهم يا جماعه الخير هذا خوينا هذا خذ فلوسك. خذ فلوسك ورجعوه. والله عندي شيء من واحد يسويه. عاد يا ابو بكر في فارس. اللغز هذا تحدى احد يحله. لا يحلون ان شاء الله عيال. جاهزين يا عيال؟ يقول قطرة من الندى. ندى. كل عليها بكى. حلو. حتى الرسول بكى. عليه الصلاة والسلام. إلا آدم ما بكى. أيوه. هذا اللغز. أتحدى اللي يحله. هاي عيال. قطرة. قطرة من الندى. كل عليها بكى. كل عليها بكى. هاي عيال. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام بكى. إلا آدم ما بكى. ايوه ادم ايه ها فارس الجنه لا غلط نفتنا غلط المطر المطر لا غلط ها ابو جنيدي عندك جواب ابو جنيدي قطره ايوه قطره من الندى بيجيب بيرمع اي أيوة والله ارمع كل عليها بكى كل عليها بكى حتى الرسول بكى الا ادم الا ادم حلو ادم اول شيء ادم عليه السلام اول شيء ايوه شيب الام اتوقع على الام وفات الام لا غلط 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 اتوقع انه واحد يطلع من ديرته بس عشان طلع من ليش صرت سلام لا غلط هلا ابو خالد يا هلا ابو مال يا هلا بالزين يا هلا كيف الحال ابشرك بنعمه شلون يومك ابشرك هالامور زينه امك طيبه اي والله ان شاء الله براد اجواء
متوزين الجو اي والله يا ضايع الله يجيب الخير ويا ما لا العز عاش ان شاء الله تبارك الله تقهو لا عندك لا ابيك تصحصح ابيك تصحصح اي ما اخذ ابيك تصحصح ابن الحلال هلا ابو شهد هلا ابو عليا هلا بالزين يعلك طيب ما شاء الله برد الجو والنفسيه زانت عند ابو شهد تكفى تكفى ما يسر والله لا وش هي؟ ماني صديق السود صاد باب النجار مخلوع يجيب قهوه يجيب قهوه ما يشرب امشي على جوك بهشين ابو بهشين شككت انا الحين اكيد عطني والله والله اللي يشرب ابو شهد انا الا تشرب يا حبيبي يعني بقلب يعني ابو خالد بسالك سؤال وبيك تجاوب عليه بصراحه وباخذ راي الشباب كلهم يلا اذا بتصارح لك شخص بمشكله صارت بينكم او موضوع يعني صار في سوء فهم هل تفضل الرسائل الرقميه انك تصالحه عن طريق برامج تواصل او المشافهه انك تقابل الشخص وتجلس معاه وتسولف معه لا انا افضل اني واجه وجه بوجه ليش يا اخي احس انه ما يفهم علي بالجوال ولا اقدر اوصل له انا ما اقدر اوصل المعلومه بالجوال يعني تحس انه ما تواصل بالشكل الصحيح ما تواصل بالشكل الصحيح ايه وشلون وش الشكل الصحيح اللي توصله يعني يعني عشان لا صحيح والله بالتبقيس هي يمكن اذا ما انحل الموضوع ولكن يعني في نيه في نيه في نيه التخريب لا بس انه والله صدق انا يعني مشان اوصل له المعلومه شلون افهمه خلاص اصلا شوف في دراسه يقولون اسلم لا صحيح حلو دراسه يقولون ان الجوال ايه يكبر مشكله أوف. يعني بتفاهم بالجوال اي فعلا ما تقدر توصل يتخيل حتى وانا من ايموجي يعني ايموجي هو الايموجي ما تفهم شيء غلط ممكن اي والله صحيح الكلام لك عمو زيشه ابو خالد انه المشاعر وانت برايك والله انا مع ابو خالد لانه لازم تواجهه عشان يفهم مشاعر وجهك وانت معصب يمكن تقول صح وانت ممكن معصب ايه فهو ما هو واضح المشاعر حلو رياكشنات هم ياخذون عشان رياكشنات الوجه رياكشنات اليدين حلو طيب الكلام لك ابو فارس انا مع ابو خالد انتم كلكم مع ابو خالد عشان ما يستطرد لا ان شاء الله لا مواجهه افضل ليه؟ يمكن يرسل له ما يرد إيه. انت خايف انه ما يرد يفتح نص الدرج دي في احد يسوي هاللون واجد والله لازم تواجه وتفاهم ممكن يعطيه بلوك هو يرسل له تنقهر هنا بزياده تنقهر فانت بتضمن يسمع سالفتك كامله طيب تعال قدام ها ابو عليا والله شوف انا اقول حسب الشخص شلون في ناس تمشي معهم الرسائل والوضع ممتاز يعني هل تحس اسلوبك انت رايك الشخصي اسلوبك بالرسائل توصل فكرتك افضل من انك تسولف مع الشخص شوف انه تقابله افضل لانه ترى الرسائل نوبل تحصل بيمين يسار تاخذ وقت بس قال شيء صادق يقول انه بعضهم لا يعني تدري انه يفهم عليك ايه تفهم عليه فهم يعني كلامك مو شامل شلون لا فعلا الحين هو وضح بعد صوره انه بعض الناس يفهمون يفهم عليك مو كل احد حتى لو كانت مشكله الاغلبيه لا والله واجه تحب تواجه الشخص وتاخذ من افهمه الاغلبيه لا والله كله اواجه بس في بعض الاحيان يعني سالفه بسيطه شيء بسيط لا عادي بالجو سؤال كذلك لك يا صيد اسلم اذا بتصارح شخص اذا بصارح شخص يعني يا بالرسائل يا اواجهه اي صارت يعني مثلا بينك وبينه سوء فهم صراحه بالرسائل بالرسائل عشان اذا ما عجبني كلامه اطلع برا الدرج واسحب عليه شلون اقدر اطلع برا الدرج انت صار بينك سوء فهم يعني والله لا يجيب على قولتهم المشاكل وسوء الفهم حلو بينك وبين صديق حلو بينك وبين ناصر يا سلام حلو يا سلام يا سلام ها طيب هل تفضل انك تيجي تكلم ناصر وتقول له المشكله وتعاقبه لا اذا وناصر لا ما قابل هاجي داخل نادي معضل ما شاء الله طيب مثلا ابو عليا حلو ابو علي لا بل جوا بل جوا مع انه يقهر هو يرد متاخر ويفتح نص ليكون هو اللي يفتح نص الدرج اعوذ بالله بس ما يخالف بل جوا يعني بس تطرح المشكله بل جوا اطرح المشكله بالجوال وخلاص طيب تحس انك توصل الصوره بالجوال اوصل الصوره ما وصلت الصوره في ملاحظه صوتيه حبيبي يا سلام ملاحظه صوتيه فهموا الموضوع برياكشناته
وكل شيء. يعني شلون مثلا ايش؟ يعني السلام عليكم كيف الحال؟ كذا هذه يبي يطلب من بقالة زي كذا. شو صارت بينك وبين مشكلة لا سمح الله بينك وبين أبو علي؟ يلا أرسلت لي ما رديت يا لا. تبن رد شو؟ براس اليوم سوي لي كم عصير بضبطنا اليوم بضبط كم عصير بس ما أدري ما براس خلط أنا صراحة بس ناوي يضبطك ناخذ راي أبو ناصر وش عندك مكونات؟ ما والله عند ابو ها ابو جنيدي والله وش عندك مكونات عصير ايه عطى مكونات عصير وضبط لك الظهر يجاوبك الظهر ايش بلا يعلق ها ابو جنيدي انا كل شيء اعلق به وش ابو جنيد وش لاك وش المكونات المناسبه مع فراوله. لا ما عجبتها خلاص. ما جازت لك. ابو عليا. خله برتقال بدون فراوله. برتقال. برتقال لحاله. لا ابي ميكس كذا انا احبها. لا لا فكونا من البرتقال ما ابي. افا. لا بدون برتقال. لا عاد بسوي برتقال. برتقال حلو. ما نشاء. برتقال بسوي. عنادي. بسوي برتقال. ما نبي. احبك انت براسك هذي. احبك انت براسك. يعني برتقال وشو؟ برتقال وشو؟ اي. يعني برتقال مسوي مسوي. مسوي برتقال شخصيا. سلاش برتقال ثلج وبركات شكل اوه حلو اسمعني مسوي طبعا هذا الخلطه اللي بنجربها ان شاء الله يا جماعه نجرب برتقال وجزا وثلج وسكر ترى مره حلوه اول مره نجربها ها اول مره بنجربها يا جماعه حتى الجزا جديد برتقال وجزا وسكر وثلج دن نشوف شو خلطة بسم الله يلا بسم الله عاش الله على مزيكا جيب لكم السكر يا والله عاش اذا تبون احلى احط اصبعي وشو لا اذا تبون شيء احلى من السكر اصبعي يا الغالي انا قلت لك ابي سكر ما قلت لك ابي ملح طبعا كذا الشكل يا جماعه ليه من انت داخلك هذا حطيت ماء عشان ينخلط الثلج ايوه بسم الله يلا على الخلاط بسم الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام شنو حل العصير قليل هذا الان شخلنا العصير فكذا الخلاط طالع اكثر الخلاط طالع اكثر بس كله حبيبات هذاك برتقال اوكي هذا النتيجه هذا الصافي ها هذا وش هذا شمال سوي مقلب راح يسفك نسفك يا سلام يا سلام عاش والله اصيل هنا هنا الشباب هذا يا عيال عصير برتقال سويته والله انك برتقال ثلج عاش اطعم السلام عصير برتقال وجزا اول مره نسويه عندنا باستراحه يا جماعه اعطونا رايكم يا عيال ممتاز بصراحه كم من 10 والله حلو 8 8 اي بس هل جزر هو جزر عصير ولا جزر عادي لا جزر عادي جزر عادي ما هو جزر عصير لا جزر عادي عشان كذا كم من 10 ممتاز 8 8 وانت فارس مثل ابو خالد 8 الجزر احسه اطغى من البرتقال برتقال وانت مزيكا كم 10 من 10 لا مسكت والله مسكت يا ضايع بسم الله خلونا نجرب بسم الله حلو اوه لا صراحه والله بدون مجامله حرقه البرتقال مهيبه 9 ايه الله يسلمك 9 من 10 حلو جميل جدا انصحكم يا جماعه تجربونه اكثر صوت يستفزك هو صوت ايش اكتبوا لي بالكومنت وانا بسال العيال ابو خالد يا هلا ابو مال وشو اكثر صوت يستفزك صوت المنبه يستفزك المنبه الجوال وانت مزيكا صوت صرير القزاز اللي حكيته احتكاك وانت فارس صوت البوري اللي اول ما تفتح الاشاره يطن مستفز وانت الصيد صوت الدريل دريل اي هذا يستفز بشكل ما ابي صوت اكثر كثرت على
اسمع لك شيء بالله ارجوك. قل لا اله الا الله يا عيال. لا 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 هذه اقول له سؤال. يلا قبل شو يا رجل؟ ها على 100 ريال تم على 100 ريال. يلا جاوب السؤال هذا له 100 ريال. له 100 ريال شهودك. هي نشهد نشهد فلوس. حلو. يقول لك وش الطاير؟ ايوه طاير بسمه. ايه اللي يطلع صوت بسه. يطلع صوت بسه؟ ايه طائر يطلع صوت بس. طائر يصدر صوت بس. غراب. لا غلط. الصقر. غلط. النسر. غلط. إذا جاوب له 100 ريال. الحمامة. لا مو الحمامة. بقرة الخشب. يا فارس فكر. الظاهر ما عندك جواب. أنا أقوله. وشو؟ أنا أقول. هذا بغبغاء معودين وقلد صوت البسة. لا يا شيخ. تحدي لابو خالد له 100 ريال اذا فاز. تحدي لابو خالد. ايه وش تحدي انك تقلد باي شيء اقوله واذا قلدت لك 100 ريال. يلا وش يلا جاهز. جاهز. بدي اخضر. اخضر. احمر. احمر. اصفر. اصفر. ابيض. ابيض. اسود. اسود. برتقالي. برتقالي. دله. دله. هيتر. هيتر. مكيف. مكيف. يا سلام. طيب ابيض. ابيض. احمر. احمر. أخضر. أخضر. أصفر. أصفر. سيف. سيف. وش لون ثوبك؟ أبيض. خسرت. كمين كمين. تحدي بسيط وجميل وسهل كالعادة. 100 ريال جائزة لأول واحد بيفوز. حلو. نغمض عيونك مضبوط. نطق لك الجاس لك طقتين. الطقة الأولى حنا نطق الطقة الثانية عشان نقرب لك. حلو. أول واحد هو مغمض عيونه يصل للجرس ياخذ المية. وبحالة خليت المية انتهت المسابقة. اللي دق الجرس. إن شاء الله واضح المسابقة بس صحيح. نلعب واضحة. صحيح. جاهزين؟ جاهزين. إذا فزت أنت أول واحد تاخذ المية خلاص انتهت المسابقة. يلا بسم الله. جاهز أبو خالد؟ جاهز. بسم الله على بركة الله. دور يا ابو خالد ومعاك 40 ثانية. واحد اثنين ثلاث يلا. دور الجرس. يا سلام يا سلام. انتبه يا ابو خالد. انتبه يا ابو خالد. فارس اسكت يا غبي. قل له يطير. يلا يا ابو خالد. لا 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 جاهز على المزيكا؟ جاهز. ابدا. طق 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 انت. اسلم. يلا يا سلام. الله يستر. يلا. انت بتكفى لا تصدم. الله يستر. والله دقت يا عيال. الله راسي. طيب. طق طق انت شو زين؟ اوه يا سلام. ايش بالمضيع هذا؟ انت بقى تصدم. انت بقى تصدم. ثانيتين. واحد اثنين. خلص الوقت. خلص الوقت. خلص الوقت. هارد لك يا عم مزيكا. جاهز؟ ابدا. 40 ثانية. حاول تدور الجرس. يا سلام. يا سلام. دوخ. تضحك هنا يعني هو هنا. ايوه ذكي 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 يا الولد ذكي ذكي. يلا دقة ثانية. اي ثانية. سريع 4 ثواني. خلص الوقت.
خلص الوقت، خلص الوقت، خلص الوقت، خلاص. يمينك يمينك. جاهز اصيل؟ جاهز. ابدا. لا لا ديما 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 ورا 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 لا تصدم. بس 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 اول طق. زيك ما يغش. طيب طقه ثاني. طيب المبروك المبروك. وش رسالة اليوم؟ متى ما استقر في قلبك قول الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر لن تحزن، لن تحزن على ماضي فاتك، ولن تحزن على أحلام راحت عليك، ولن تحزن على أحلام لم تتحقق لك، لن تحزن على ود عزيز هجرك، لأن هناك يقين داخلك ما يكفي بأن تتخطى هذه العثرات وأن تتجاوز هذه المصيبة. لديك إيمان بالله سبحانه وتعالى بأنه يدبر بأحسن تدبير وبأجمل صورة. الله سبحانه وتعالى لن يكلف نفسا إلا وسعها، لن يكلف فوق طاقتك. فرسالة اليوم: لا حزن مع يقين بتدبير الله.